السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة النهاردة عن مشكلة بتقابلني كتير جدا، والناس يعني بتستهتر بحياتها. يا جدعان بعد إذنكم حاولوا تهتموا بصيانة موتوسيكلاتكم واهتموا بحياتكم، ده حاجة موت موت قاتل. طنبورة الفرامل زي ما احنا شايفين اهي انكسرت. سبب كسر الطنبورة ديت سبب تافه جدا، والمشكلة ديت بتقابلني بقالها فترة، والناس ما بتهتمش بحاجة زي ديت. انت طنبورة الفرامل لما انكسرت كده ما عادش في الموتوسيكل فرامل، يعني انت هتدوس فرامل مش هتلاقي، انت اساسا لبست في اللي قدامك. ليه؟ طنبورة الفرامل انكسرت، فمش هتلحق نفسك خلاص. السبب ده كله في المشكلة ديت سبب تافه، ان الناس ما بتهتمش برباط الاكس بتاع العجلة الخلفية. رباط اكس العجله الخلفيه الصاموله اللي قدامنا ديت الناس بتسيبها مهويه، فلما بتيجي تدوس فرمله الحمل بيكون على الالومنيا او الانتمونيا اللي قدامنا ديت بتاعه الطنبوره الخامه بتاعتها، فبتطق تنكسر. يا جماعه بعد اذنكم حرقهم على الثلاث اكسات، اكس العجله الاماميه والاكس النص والاكس الخلفي اللي قدامنا ده، عشان تتفادى نفسك من المشكله ديت وتحافظ على حياتك. انا بصراحة يعني المشكلة دي قابلتها اكتر من مرة، والناس برضو يعني مفيش اهتمام. شايفين سيخ الفرامل عامل ازاي؟ شايفين اللافيه اللي ماسك سيخ الفرامل عامل ازاي؟ طبعا مفيش حل في الكلام من ده، ان انا الحم الطنبورة القديمة ولا الكلام من ده، ان انا لازم اروح اجيب طنبورة جديدة. الطنبورة القديمة انكسرت، رحت اجيب طنبورة جديدة اقفلها مكان القديمة اللي انكسرت. الناس اللي بتفتكس وتروح تلحمها المونيا وبتقفلها، يا جماعة ما بتبقاش مظبوطة، هي كانت سليمة وانكسرت. لا، تفادى المشاكل. الفرامل اهم حاجة في الموتوسيكل. بطلب من الناس ان هي تهتم بالصيانة لموتوسيكلاتها. صامولة الاكس الخلفي عشان سايبة، يعني مش عايز اقول لكم الراجل حصل فيه. اتمنى الناس تكون استفادت وشكرا.